حتى بنا فوق الأجر. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك يا سيدي غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب من تمسك بكم سادتي وأمن من لجأ إلى حصنكم. طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم، يا ليتنا كنا معكم. سادتي فنفوز فوزا عظيما. بشبه المصطفى جاءوا قتيلا، بشبه المصطفى جاءوا قتيلا إلى خيم النساء فعلى العويل وصاحت زينب الكبرى بصوت ودمع من محاجرها يسيل لليلى أسرعي هذا علي، لليلى أسرعي هذا علي شبيه المصطفى الهادي قتيل، فمذ سمع بمصرعه تحنت أضالعها وقد ذاب الغليل وهو والده الحسين هوى عليه وقد أدمت محاسنه النصول علي. يما يا علي النوب ذليت، يما ذليت ذليت عمود الوسط يا شايل البيت. هاي
عالصوب اللي حدي الولد يرباي يرباي وتظل عيني على دربك دوم يا يما يرباي يرباي يا تعب التعب تعليك يا يما اي والله يما يا تعب التعب تعليك يا رباي يا رباي يا رباي اريد انا على القبر تنصب عزي محلى الولد يما محلى الولد لو قابل امه يما يا محلاه لو الشم وتشم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. رجل دخل على المولى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فسأله عن مسائل، سأله عن أربع مسائل. إحنا الليلة البحث مختصر جداً وندخل في حياة سيدي ومولاي علي بن الحسين الأكبر إن شاء الله لكي نعطي حق صاحبي هذه الليلة، جزاكم الله خير. رجل دخل على المولى أمير المؤمنين سلام الله عليه سأل عن أربع مسائل، طبعا كل مسألة تتفرع بمسألتين أو لمسألتين. السؤال الأول سأله قال له سيدي يا أمير المؤمنين ما هو الواجب وما الأوجب، ما هو الواجب وما الأوجب؟ اثنين ما هو العجيب وما الأعجب؟ اثنين ثلاثة ما هو القريب وما الأقرب؟ كم سؤال سارة؟ ثلاثة. الرابع والأخير ما هو الصعب وما أصعب؟ طبعا كل واحدة بها درس، طبعا ما نلحق نجيب على كل الأسئلة، نجاوب على واحدة واثنين فقط. فسأل عن هذه المسائل الأربع، الإمام سلام الله عليه أجاب. السؤال الأول ما هو العجيب وما الأعجب أو ما هو الواجب وما الأوجب؟ قال الإمام سلام الله عليه قال له أما الواجب، شنو الواجب علينا احنا؟ احنا الله سبحانه وتعالى خالق الخلائق والكون، المن خالقها مولانا؟ شنو سبب الخلق؟ ما هي؟ قال له أما الواجب طاعة الله وعبادته. احنا الله سبحانه وتعالى خلقنا لماذا مولانا؟ خلقنا المن للعبادة، مو لولا؟ مو تقرأ في القرآن لولا؟ بسم الله الرحمن الرحيم كلكم حافظينها، ما خلقت الجن والإنس إلا شنو؟ ليعبدون. إذن إحنا سبب الخلق، إحنا والجن وكل الخلائق، مو بس الإنسان، كل الخلائق خلقت علما للعبادة، وكل يعبد الله بطريقته الخاصة. أنت مو تقرأ في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من شيء، هاي وإن نافية ترى، هذه إن نافية، وإن من شيء يعني وما من شيء، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وإن من شيء كده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون عفية تسبيحهم. إحنا ما نفقه تسبيح الخلائق، يعني مولاي العزيز الآن هذا الحجر يعبد الله، حتى هذا الماي، هذا الماي غيرنا يضحك علينا، شايفين الجماعة يضحكون. الآن إحنا عندنا رواية إخواني اسمعني، عندنا رواية من قرأ سورة الحمد 70 مرة على ماء، سورة الحمد 70 مرة تقرأها على من؟ على الماء، هذا الماء يكون فيه الشفاء، هذا الماء يصير فيه الشفاء. الآن أنت تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، شوف بسم الله الرحمن الرحيم تشرب، الله يجعل فيه الشفاء، ليش؟ وهي المشكلة الجماعة، هاي الأمور المعنوية تأثر على الأمور المادية لما تأثر، الأمور المعنوية تأثر لما تأثر، الأمور المعنوية تأثر على المادية، غيرنا ما يقبل. يعني هسه أنت تعال بكل شيء مولانا، الآن أنت أكو إحنا جماعتنا يشدون علق، هل علق هذا أكو؟ البعض يمصر على علق يضحك، والله أنا شد لي علق بضريح، زين حتى من الشيعة من يهزئ هسه جماعة
زين لا حتى من الشيعة من يهزئ يقول لك شنو انت عليك جاي رابطة مثل هذا؟ زين رابطة هذا شنو يعني؟ إلى أثر لو ما إلى أثر؟ إلى أثر هذا، هذا إلى أثر، وإلى أثر من القرآن مو من عندنا مولانا، من القرآن إلى أثر. زين وين هذا إلى أثر؟ إلى أثر أنا سألك جاوبني مولانا، يعقوب عليه السلام الله شو يقول عنه؟ بسم الله الرحمن الرحيم وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. يا صار أعمى يعقوب، صار أعمى، شلون ارتد بصيره؟ زين بس أسألك أنت هسه، أنت لو كان يعقوب عليه السلام يخلي إيده على عيونه يصير زين؟ أنا البارحة ذكرت لك يصير زين لو ما يصير زين؟ يصير زين، لكن ما صار زين. شنو راد؟ راد قميص يوسف، أجا قميص يوسف، هذا القميص ملاصق إلما المولانا لجسد يوسف، ها هذا القميص ملاصق لجسد يوسف لأنه لاصق جسد يوسف، بس خلاه على عيونه. القرآن شو يقول؟ فارتد بصيرة. إذن هذا هذا لاصق جسد يوسف أو يوسف عليه السلام. زين الثوب زين أو العلق القماش اللي يلامس ضريح الإمام الحسين اللي أفضل من يوسف، إضارح يلامس ضريح الإمام أمير المؤمنين اللي أفضل من يوسف، ماكو قياس، وأبوه بعد ها مولانا. زين الآن شلون إلى أثر لو ما له أثر؟ هذا هذا إلى أثر. إذن كل شيء في الكون يعبد الله بطريقته. شوف أنا قبل سنوات، قبل سنوات كان عندي دورة في إحدى المدن في إيران، مو بس أنا طبعا، مجموعة تقريبا 500-600 عالم، فجابونا طبيب يلقي كلمة إنه جابنا هذا الماي. إخواني هذا الماي، جاب هذا الماي عالم من علماء اليابان، ياباني عالم من علماء اليابان، مسوي تحليل على الماء 1100 تحليل، 1100 مرة مسوي تحليل على الماي، شاف الماي إلى حالات عجيبة. الماي تعرف الماء، حبات الماء 6 ضلع، حبات الماي كل ماي ما يفرق، زين شين خايس صحيح سالم مدري كله شنو 6 ضلع. هذا الماي مولانا العزيز، هذا الطبيب سوى عليه 1100 تحليل، شاف الماي إذا وضع في مكان بمثلا كلام بذيء، واضح مولانا؟ في أمور مثلا لا ترضي الله سبحانه وتعالى، فيه شتم مثلا، فيه كذا، هذا الماء يتبدل إلى 6 أضلاع غير منتظمة، 6 أضلاع هو بس أضلاع شنو؟ غير منتظم. موجود هذا التحليل، أنا سنة 2001 و2002 أنا هذا درسته، خاف واحد يقول ما أخذ من أحد، عمي ما أخذته من أحد، مثل الجماعة كل ما أحكي قالوا خذ من الإمام الفلاني، أنا وين أعرف الإمام الفلاني منه أصلا؟ أنت من الطنية؟ لا صدق يعني، طالع لي واحد مدري ابن واحد ابن الإمام، واحد مرت الإمام، واحد مدري قالوا هذا يأخذ علومه من، لا ما ما ماكو، أنا ما عندي رابطة ويا أي أحد مولانا. زين هذا إذا سمع هذا الماي، الماء إذا وضع ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى عنده ويوصل هذا الصوت إلى الماء، يتشكل إلى 6 أضلاع غير منتظمة، ضلع هيك وضلع هيك وضلع هيك غير منتظمة، ها هذا أقل ماء، أقل ماء فيه الشفاء، يعني ما هو عذب هذا الماي، بالعكس راح حلل هذا الطبيب العالم، راح حلل ماء بركة ماي يم الأطفال، يم مدرسة أطفال، حللها الماء شاف لأنها قريب لصوت الأطفال، ها شاف الماي إذا سمع كلام طيب يتبدل إلى 6 أضلاع منتظمة، 6 أضلاع منتظمة. زين هذه الحالة وصلت، هو ياباني، ياباني الدين حتى ما عنده، حتى مو مسلم، ما يعرف أحد، ها وصل مولانا التحاليل وصلت إلى إيران، لما وصلت إلى إيران طلعت طبيبة إيرانية فارسية أيضا. زين إيش سوت مولاي؟ حللت القرآن، حللت الماء بعد ما وضعت القرآن بجنبه، ظلت تجيب الماء تقرأ عليه قرآن وتخليه وتحلله. زين شافت تحليل الماء في كل شيء 6 أضلاع، لو منتظمة لو غير منتظمة، أو إذا كانت منتظمة فالشفاء إلى الجسد أكثر وعذوب تشسر أكثر، كل ما يصير 6 أضلاع منتظمة أنت تستلذ بالماء، تقول ماء حلو هذا، تستلذ بالماء لأن ماء عذب يصير. لما وضعت القرآن بجنب الماء هو الوحيد الذي تشكلت حبات الماء إلى 8 أضلاع منتظمة. اللهم صل، الشكل من 6 محال يصير أكثر من 6، من 6 الشكل وين؟ 8، يمتى؟ فقط عند سماع القرآن.
القرآن هسه ثبت علميا أطهر ما وأعذب ما وأكثر ما مولانا أثرا لجسد الإنسان إيجابيا هو الماء ذي ثماني أضلاع منتظمة، يمر على أي مكان يحس الإنسان بعذوبة وشفاء. فأنت لما تجي تقول بسم الله الرحمن الرحيم وتشرب هذا الماء يصير من أعذب المياه في الكون وفي العالم ببركة محمد وآل محمد. وهذا حبيبي شلون صار؟ فإذا حتى الماء، هذا الماء يعبد الله ولا ما يعبد الله؟ يعبد الله. هاي الشمس، الشمس منذ خلقها الله، تعرف العبادة هي شنو؟ العبادة طاعة أمر المولى، طاعة الله. قال لك سوي أنا أسوي، هاي عبادة. قال لك لا أسوي أنا ما أسوي، هاي عبادة. الله سبحانه وتعالى منذ خلق الشمس قال لها منين شرقي؟ من المشرق. وأنا غربي؟ بالمغرب. بدلت؟ ما بدلت. هي هاي الشمس شنو مولانا؟ عبادة. وهذا حبيبي كل شيء يعبد الله. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه رغى المنبر قال سلوني قبل أن تنقدوني، سلوني عن طرق السماء فإني أعلم بها عن طرق الأرض. قام له واحد، تدري هم مو كل أخوة شوادم في عهد الإمام سلام الله عليه، واحد قال له هيك واحد قال له هيك. أكو واحد سأل الإمام سلام الله عليه قال له أسألك يا أمير المؤمنين، قال سل. قال له ماذا تقول الضفدعة؟ ضفدعة تعرفونها زين، في الماء في نقنقتها شو تقول؟ شايف صوتها شقد مزعج؟ هاي شو تقول زين؟ وماذا يقول الفرس في صهيله؟ وماذا يقول الحمار أجلكم الله في نهيقه؟ وماذا يقول الديك في صياحه؟ وظل يفصل الإمام. إيش قال الإمام؟ قال له كل يعبد الله ولكن لا نفقه تسبيحهم. قال له ماذا يقول؟ قال له أما الضفدعة تقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبحان الله، هو حيوان أجلكم الله مخلوق، بس هاي النقنقة هي شنو؟ هي عبادة. عجيب. قال له والديك ماذا يقول؟ قال له الديك يقول في صياحه قوموا إلى الصلاة يا غافلين. يعني هو عادة وين يصيح؟ وبوقت الأذان. طبعا الديك المعدل مو كل ديك، أكو بعض هيك زين، بس مولانا وين يصيح؟ وقت الأذان. وش يصيح؟ يصيح قوموا إلى الصلاة يا غافلين، ينبه الناس. طبعا هاي أكو روايات بها بعد زين. قال له والحمار أجلكم الله يقول في نهيقه ألا لعنة الله على العشارين. العشار اللي يأخذ عشر المال، إذا تدخل بضاعة في مكان يأخذ عشر المال، ها؟ هذا يقول ألا لعنة الله على العشارين. قال له الفرس يقول في صهيله، هيكون قوية إن شاء الله. قال له الفرس يقول في صهيله ألا لعنة الله على أعداء آل محمد. إذن كل يعبد الله، كل يعبد الله ولكن لا نفقه، إحنا ما نفقه تسبيح هذه العبادة والطريقة هذه العبادة. واضح مولانا؟ زين. ولهذا أنت تشوف المولانا إحنا لسه في هذا المجال، في هذا المجال فرس الإمام الحسين عليه السلام ماذا صنع؟ أنت تقول هذا حيوان ما يفتهم، ليش ما يفتهم؟ ها؟ يعرف هذا صاحبه ويعرف صاحبه شنو؟ مقدس، وهو إمام مفترض الطاعة، فظل يصيح يصهل. شنو صهيلة كان؟ الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها. الإمام الباقر يقول هذا لما كان يصل ويضرب حوافر الخيل بالحافر يضرب زين، هو فرس حيوان. قال له شو يقول سيدي؟ قال له يقول الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها. يعني هذا الحيوان يعبد لو ما يعبد، ودافع لو ما دافع، دافع عن الحسين. الإمام السجاد عند ناقة، الإمام السجاد عند ناقة، حج بيت الله الحرام مرات وكرات، ولا مرة ضرب الناقة، ولا مرة ضربها. لما استشهد الإمام السجاد عليه السلام طلعت الناقة، طلعت عند قبر الإمام ظلت ترغى رغاء، يعني صوت الناقة العالي حزن. تدرون من أحن الحيوانات، من أحن الحيوانات هي الناقة زين. أخذت الصيح حزينة وتضرب رأسها عند قبر الإمام، ونوخت وقعدت، مدت راسها وقعدت. رادوا ملوا وجروها ما فات. أجوا إلى الإمام الباقر عليه السلام، سيدي هذه ما تقوم الناقة، ناقة أبيك. الإمام جاء عندها فأمرها أن ترجع فرجعت، طاعة طاعة هاي طاعة، أمرها الإمام ترجع رجعت. من رجعت في منتصف الليل طلعت ضربت رأسها. قالوا لي ابن رسول الله خرجت؟ قال اتركوها فإنها مودعة خلاص.
فضربت ضربت 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 صار عندها نزيف، ماتت. ماتت عند قبر صاحبها. ليش؟ تعرف هذا إمام مفترض الطاعة، هذه عبادة لمو عبادة، هاي معرفة لمو معرفة، معرفة. هذا الحيوان جلكم الله يعرف الإمام المعصوم، وأكو ناس الله منطي عقل ما يعرف الإمام المعصوم. أي الشاهد مولانا العزيز قال له هذا الواجب، إذن صار الواجب طاعة الله وعبادته. قال له سيدي ما الأوجب؟ أكو شيء أوجب من الطاعة والعبادة؟ قال له نعم. قال له ما هو؟ قال له الأوجب من الطاعة والعبادة ترك الذنوب والمعاصي. لا يعبد الله حيث يحصى. أنا من أريد أعبد الله لابد أن لا أعصي الله وأعبد. يروح للحج، رايح للحج، الحج عبادة ولا مو عبادة؟ عبادة. يروح للحج بفلوس الناس، هذا حرام. يروح للحج بفلوس الربا مثلا، يروح للحج بالسرقة، يروح للحج وأمواله مو مخمسة، يروح للحج ما يصير، ما يصير مولانا. إنما أنا أولا أطهر نفسي من الذنوب والمعاصي ثم أعبد الله سبحانه وتعالى. خلينا نقول لك هذا شيء. هاي قضية صارت مع الإمام الصادق عليه السلام جدا حلوة، أنا أذكرها دائما لأن جدا جميلة ومشكلة كثير من الناس. إبليس خوش يلعب، يعرف شلون يلعب على بعض الناس. زين مولانا العزيز هذا رجل الإمام سلام الله عليه لما طلع للسوق يتفقد الناس، فشاف له واحد معلق له كيسه برقبته، فهذا يم ابو الفواكه وصل، هذا مشغول الرجال سرق باك، البوك حلال له حرام؟ حرام بعد، باك تفاحه برتقال وخلاها بالكيس. الامام شافه راح شويه قدام سرق له بعد تمشي وخلاه وخلى فواكه لان الكيس انترس طلع. من طلع الامام تبع الامام، خرج خارج المدينة، راح برا المدينة. قديما الفقراء وين يقعدون؟ برا المدينة. فهذا راح طق الباب على فقير من الفقراء، طلع واحد مكشمل مزعبل الفقير. زين قال له هذه صدقة تفاحة برتقالة كلها طاهلة، من يا فواكه المسروقة الحرام من البوك. زين انطى، راح للباب الثاني طقه وانطى، الباب الثالث طقه وانطى، ووزع. الإمام قال له والله تعال أنت شو ما أنت صانع، شو تسوي أنت؟ قال له سيدي أتصدق على الفقراء. قال له تتصدق على الفقراء بأموال حرام؟ قال له ما عندي. قال له ما عندك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الله ما جبرك تروح تبوق أو تروح تصدق، ما عندك لا تطي. ها؟ قال له سيدي أنا على حق، شوف أنا على حق، يعني بس ما عاوز يقول الإمام أنت على خطأ. ها؟ قال له أنا على حق. قال له أي حق هذا؟ قال له الله طبقت ما قال الله. قال له الله شو يقول؟ هذا مثل واحد قال ليش ما أصلي؟ قال الله يقول ولا تقربوا الصلاة، أنا ما أصلي. زين هسه ما يكملها اللي بمصلحته بس يأخذها. وهذا مولانا أو ذاك زلمتهم. زين قال الحصير لا تصلون ولا تنامون على حصير. ليش؟ قال وجعلنا جهنم للكافرين حصيرة. زين ما نصلي عليه ولا ننام عليه. هذا كل من يفسر القرآن كيف مثل. زين هذا ميش قال له أنا طبقت ما قال الله. قال له الله إيش قال الإمام؟ قال له الله ايش قال؟ كلموا الناس على قدر عقولهم. قال له الله يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. زين ومن جاء بالسيئة لا يجزى إلا وحدة بوحدة. بعد السيئة وحدة بوحدة، الحسنة وحدة بعشرة، فأنا بقت وحدة بوحدة، تصدقت وحدة بعشرة، طيح وحدة من عشرة، ظلنا للتسعة أنا رابح. زين أنا ربحت تسع حسنات، أنا جمحني شوي 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 فخلص أطب الجنة. الإمام قال له أنت على خطأ، أنت خطأ. قال له ليش؟ قال له لأن أصل العمل هو باطل، هو أصل العمل، أصل العمل باطل. مولانا إذا تبني لك بناء أفضل بناء، طابوقة من ذهب وطابوقة من فضة، إذا ما بي أساس وأصل يوقف له يطيح، يطيح يندم خلاص، لأنه هو الأصل خراب، أنت أصل عملك هو خراب. ها؟ فش قال له الإمام سلام الله عليه؟ قال له الواجب طاعة الله، والأوجب من طاعة الله ترك الذنوب والمعاصي. قال له أحسن سيدي. الأمر الثاني، قال له الأمر الثاني، إحنا راح نقفز في المور الثاني. الأمر الثاني قال له ما هو الصعب وما الأصعب؟ ما كل ما أفسر هذا كلام الإمام هاي القيد الأخير ما أوصل له، بس أنا قدمتها المرة هذه. زين ما هو الصعب وما الأصعب؟
هذا السؤال الثاني، شنو الصعب وشنو الأصعب؟ عجيب الكلام هذا، حلو هذا، هذا المورد خوش درس. زين الإمام إيش قال؟ قال والله عجيبة، قال الصعب القبر. زين إخواني، إذا الإمام علي يقول الصعب القبر، شلون يعني هذا القبر؟ لا صدق، إذا الإمام علي سلام الله عليه يقول الصعب، صدق صعب، ترى القبر مو هين. أنت مو عدارك تسمع من ملة ومن خطيب ومن كذا، وتشوف بالتلفزيون وتقول والله هذا الله يدبرها، صدق الله يدبرها، بس مو هيك. زين القبر صعب، القبر صعب. زين الإمام الصادق عليه السلام يقول أخوف ما أخاف عليكم شنو مولانا؟ البرزخ. قيل يا ابن رسول الله ما هو البرزخ؟ قال القبر. القبر صعب مكان. ليش صعب مولانا؟ لأن أنت الآن تشوف هسه أنت قاعد تمشي مولانا، تمشي تتحرك، مدري لك رجلك كذا مرتاح، تمشي ما يعجبك المكان تطلع برا، ماكو أي شيء. زين لكن مولانا بالقبر تنتقل فيه لحظة واحدة في مكان ضيق موحش مظلم، فوقك تراب، تحتك تراب، على اليمين والشمال تراب، لا تعرف ليل، لا تعرف نهار، لا تعرف، ما تعرف شنو القضية. صدق صعبة، يعني القبر صعبة، ضيق. ولهذا الإمام الصادق يسميه بيت الدود، أو في رواية بيت الوحشة، بيت الظلمة، بيت الغربة. صعب صعب، صدق صعب. لكن يا هو اللي يفرج عليه. ولهذا أنت شوف، قبل لا أقول لك أنا القيد الثاني، أنتم تشوفون احنا سيرتنا، احنا الشيعة نجيب الميت ما نطببه قبل، نشيته بالقبر، شو نسوي؟ نخليه بالقاع، صح، ننزله ونقوم نشيله، بعدين مرة شوي نتقدم، كل ما نتقدم للقبر ثلاث مرات نقعده ونشيله ثلاث مرات. تعرف ليش؟ يقول الإمام الرضا عليه السلام، يقول لكي يتهيأ ويتهيب، هاي يتهيب يعني تأخذه هيبة القبر، يتهيب لنزول القبر، خاطر يحضر يتجهز قلبه، يصير أقوى علما لنزول القبر. واضح مولاي؟ لأن القبر صعب ما يتحمله. ولهذا رواية أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنا ما أرد أخوفك، ترى تقول لا لا لا، أرد أسرح أبشرك بالثانية. زين وهذا حق لابد من قوله. زين ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا ابتعدت أهله، أهله وأصحابه، إذا ابتعدوا من عنده، زين هو يصيح يصرخ بويا أنا موجود، أبي أمي أخي، هو قاعد يصيح بالوجوه بس ما حد يسمعه، ما واحد لا يسمعه ولا يشوفه، لكن هو يسمع ويرى. فشي يقول؟ يقول إذا وضع في القبر وأهاله عليه التراب، تقف الروح على حافة القبر. زين دفنوه طلعوا أهله، أعز الناس يعوفه، ابنك يعوفك غصبا عليه وعليك يعوفك، ابنك اللي ربيته، أبوك أمك الحنينة هاي تعوفك، تروح خلص. فشي يقول النبي؟ يقول تركض الميت، هذا روح الميت تركض وين؟ تتبع أهلها، تقول لهم أنا موجودة، ترى أنا حي، ماني ميت، اخذوني وياكم، لا تتركوني وحيدا. فش يقول الرسول؟ يقول سبع خطوات يبتعدون، سبعة، واحدة اثنين ثلاثة سبعة، وإذا بجار يجره وين؟ إلى القبر. وين بعد؟ خلاص راح، انقطع عملك بعد، بيك خير تسويت بالدنيا، مو الآن، اليوم عمل بلا حساب، هسا اعمل. زين هسه 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 فرصة، اعمل، احضر مجالس، احضر صلاة الجماعة، احضر، تزودوا فإن خير الزاد التقوى. مو والله بعض الناس للأسف صار يوم العاشر، يوم 11 بعد ماكو، الحسينية فارغة بس أنا وبالمجلس، ونسد الباب احنا بنفسنا. زين ليش؟ خو ما جرى على الحسين وعلى ذرية الحسين وعلى أصحاب الحسين بعد العاشر أشد وأكبر، ما جرى على زينب أعظم. زينب بهالأيام كانت في تحت ظل أبي الفاضل، تحت ظل الحسين، خلاص لا حسين لا عباس لا علي الأكبر لا كذا، يعني المصائب التي صبت عليها أعظم. تزودوا تزودوا مجالس حسينية، ايش كبرها وايش طولها مولانا، وصارف فلوس أبو الحسينية، وقاعد يبذل وقاعد يطبخ وقاعد كذا، وماكو أحد. فرصة، تعال، فرصة ثواب وأجر، اليوم عمل بلا حساب وغدا حساب بلا عمل، تركض الروح يجرون إلى القبر لوحشة القبر. زين فشي قال الإمام سلام الله عليه؟ قال له الصعب القبر. الإمام سلام الله عليه قال له الصعب القبر. قال له سيدي الأصعب من القبر؟ قال له أكو شيء؟ قال له نعم أكو شيء أصعب من القبر. شو أصعب من القبر؟ عجيبة هذه. قال له الأصعب من القبر الذهاب إلى القبر بلا عمل ولا تقوى. هسه هذا واحد عنده ركعتين صلاة منا، عنده منا مجلس الإمام الحسين، عنده شوية منا شوية منا، يمكن هسه
يدبر نفسه، ها شوي يهونون عليه، بس ذاك اللي لا عمل لا صلاة لا عبادة لا صيام لا مجالس لا طلعة لا جية لا قعدة علماء لا كذا، ماكو أي شيء زين، هذا شي 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 سوى هذا؟ وين يروح؟ لا صدق وين يروح؟ ها إلى أين راح؟ خلاص زين. قال له الصعب القبر، والأصعب من القبر الذهاب إلى القبر بلا عمل ولا زاد ولا تقوى. هذا بعد أصعب. هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث يبقى، يبقى لأنه خلنا نتكلم عن علي الأكبر زين مولانا. فهذه مولانا أعمال تردي أو تأخذ الإنسان إلى السعادة، سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. هذا التقوى والعمل والزاد والراحلة الطيبة التي تنجي الإنسان يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يمشي الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه معه في طريقه إلى كربلاء، يمشي الإمام سلام الله عليه فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. علي يكثر الإمام مرتين ثلاث، الإمام يكثر بالاسترجاع. علي الأكبر يسأله يقول له أبا أراك استرجعت يا نور عيني، كثرت بالاسترجاع، لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه. قال له هومت عيناي، اسمع، هومت عيناي بينما نحن نمشي، هومت عيناي وإذ بهاتف يهتف القوم يسيرون والمنايا تسير معهم. ايش قال له؟ شوف البطل، شوف الولد المخلص. قال له أبا يا حسين أولسنا على الحق؟ قال له بلى والله نحن على الحق. قال إذن لا نبالي من الموت، لا نبالي من الموت، أوقع الموت علينا أم وقعنا عليه؟ بالفعل هذا علي الأكبر. علي الأكبر هم مو كبير، علي الأكبر شباب في قمة الشباب. علي الأكبر هسه أكو رأي يقولون أنه عمره 19 سنة، 19 أقل من 20 سنة، يعني يصير الإمام السجاد عليه السلام. إخواني الإمام السجاد في كربلاء عمره 23 سنة، الإمام السجاد علي بن الحسين السجاد عمره 23 سنة. على هذا الرأي، على هذا الرأي 19 هو أصغر منين؟ من علي السجاد، وهو الرأي الضعيف. الرأي الأقوى لا، هو علي بن الحسين الأكبر. ليش يقولوا له أكبر؟ لأنه أكبر، ها؟ وهذا الرأي الصحيح أنه أكبر من الإمام السجاد. الإمام السجاد عليه السلام عمره 23 سنة، علي الأكبر عمره 28 سنة، يعني أكبر من أخيه زين العابدين بكم سنة؟ 5 سنين. طبعا أمهاته تختلف، هذا أم شهربان وشاه زنان أم الإمام السجاد، وعلي الأكبر أم ياهي ليلى، ليلى بنت أبي مرة معروفة زين، اللي يوم من الأيام ملك الشام قاعد، ملك الشام قاعد وجماعة قاعدين من حوله، قال لهم من أحق الناس بالخلافة مني؟ ياهو أحق واحد بالخلافة مني زين. طبعا هالجماعة بعد حول الملك قالوا له أنت، ماكو أحق منك طبيعي يعني، قالوا له أنت، قال لهم لا، أحق بالخلافة مني هو علي بن الحسين الأكبر. قالوا له شلون؟ قالهم لثلاث خصائص فيه، ثلاث خصائص في علي الأكبر ما وجدت عند أحد. قال له شنو؟ قال له الأول له شجاعة بني هاشم. شجاعة بني هاشم ليش؟ لأن أبوه يرجع لبني هاشم بعد، لأن هو علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم، ها؟ وبنو هاشم معروفين بالشجاعة. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يقول لو كان الناس كلهم من عمي أبي طالب، لو كان الناس كلهم من عمي أبي طالب لكانوا كلهم شجعان. شلون يطلع علي بن الحسين الأكبر؟ ولهذا في كربلاء لما نزل الناس ظنت على أن علي بن أبي طالب خرج، ولهذا شنو قال؟ قال أنا علي بن الحسين ابن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، أضربكم بالسيف أحمي عن أبي ضرب غلام هاشمي علوي زين. فإذا مولانا العزيز قال له شجاعة بني هاشم، ثلاث خصائص قالها ملك الشام لأن أبوه من بني هاشم. الثاني قال له زهو الزي اللبس، زهو بني ثقيف، بنو ثقيف عشيرة أكشخ ناس، من يطلعون يطلعون كشخة مرتبين، شبابهم مرتبين، رجالهم مرتبين. هي علي الأكبر من أمه من ليلى، وين ترجع ليلى؟ إلى بني ثقيف من أبوها، لأن ليلى أمه عندها أبو عندها أم
أبوها ياهو، أبوها يرجع يقولوا له ليلى بنت أبي مرة ابن عروة ابن مسعود الثقفي، ترجع من أبوها وين ترجع؟ لبني ثقيف. فكان يطلع علي الأكبر كشخة، كشخة معدل حلو زين مثل من؟ كأجداده من بني ثقيف. هاي اثنين. الثالثة شنو؟ ها يا ملك الشام قال وله كرم بني أمية. زين هسه بعد هذا رأيه طبعا هذا زين، له كرم بني أمية ليش؟ وشنو ربطه ببني أمية؟ علي الأكبر ربطه أمه ليلى، ليلى أمه، أبوها أخوه من بني ثقيف، ليلى أمها اسمها ميمونة، ميمونة بنت أبي سفيان، ها ميمونة بنت أبي سفيان، يعني ليلى بنت ميمونة. يزيد ابن معاوية شو يصير ليلى؟ لا يزيد يصير ابن خالها، ها يزيد ابن خالها يصير ابن خال ليلى أم علي الأكبر، ها فهمتوا شلون صار مولانا؟ ولهذا انطول أمان في كربلاء، قالوا له أكو صلة أكو غرابة إلك مع الأمير يزيد، ها أمك يصير هو يصير ابن خالها بعد زين، فأنت لابد أن ترجع إليه مو ترجع للحسين. شلون حكي تعبان هذا؟ شو هذا؟ هذا أبوي؟ هذا الحسين؟ هذا إمام؟ شلون أعوف الإمام؟ ها؟ لكن ماذا صنع علي الأكبر؟ باع الحسين؟ هيهات هيهات ثم هيهات. هذا الولد المخلص شبيه رسول الله إيه صلى الله عليه وآله وسلم أول من برز من بني هاشم، أبا يا حسين ائذن لي بالبراز يا نور عيني. يقول بمجرد أن قال له علي الأكبر، بمجرد أن قال لأبي الحسين أرخى عيناه بالدموع ما حكى وياه، بمجرد أن أخبر ظل يبكي. هنيئا لكم والله قاعد تهيئ قلبك وتهيئ المجلس بالبكاء، بعدنا ما داخلين بالمصيبة وأصوات البكاء تعلو، هذه نعمة فضيلة يا زهراء. أنت بعد تشوفين هاي محبة ولدك الحسين، أنا ما قارن المصيبة بس دخلنا بالمصيبة بالبداية، الآن أرخى عيناه بالدموع. ها لم يمنعه الحسين، يقول إجا توزم علي الأكبر، إجا إلى أبيه، يقول ضمه الحسين إلى صدره حتى كاد أن يغمى عليه من شدة البكاء. شي يقول أويل من تلاقى وعند الوداع مشابق طول لمن هو للقاع، لا عبنا لبي والأبو لا على وليد، أويل وداع لك شر، يحب حسين خد ابنه ويشمه. الله أكبر الله أكبر. استأذن بالبراز أو نزل إلى ساحة الميدان إلى ساحة الوغى علي الأكبر، عظم الله لكم الأجر. نزل علي الأكبر إلى ساحة الميدان إلى ساحة الوغى، فرفع الحسين رأسه قال اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك، وكنا كلما اشتقنا لرؤية نبيك نظرنا إلى وجه هذا الغلام، اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا ولا ترضي الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا. عظم الله لكم الأجر. ثم التفت إلى عمر بن سعد قائلا يا ابن سعد قطعت رحمي قطع الله رحمك، وسلط الله من يذبحك على فراشك. نزل علي الأكبر إلى ساحة الميدان، أين المنادي وعليا؟ أيوا سيدا أيوا حسينا. يضرب الأعداء يمينا وشمالا وهو يرتجز ويقول
أنا علي بن الحسين ابن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، أضربكم بالسيف أحمي عن أبي ضرب غلام هاشمين علوي. وكان الحسين واقف بباب الخيمة، وليلى أمه في خيمتها تنظر إلى وجه الحسين، بينما علي الأكبر في ساحة الميدان، وكان يتلألأ وجه الحسين فرحا وسرورا، بينما هو كذلك إذ تغير لون وجه الحسين. نظرت إليه ليلى: سيدي يا أبا عبد الله، ولدي علي فدوة لك، فداء لك، لكن ماذا جرى؟ تغير لون وجهك، أجرى على ولدي؟ أصيب ولدي بشيء؟ قال: لا يا ليلى، لكن برز إليه من يخاف منه عليه. ماذا أصنع يا ابن رسول الله؟ قال: يا ليلى، أدخلي إلى خيمتك وادعي لولدك، فإن دعاء الأم في حق ولدها مستجاب. إن عظم الله لكم الأجر. دخلت ليلى إلى خيمتها، رفعت يدها ووجهها إلى السماء: إلهي إلهي، بغربة أبي عبد الله، إلهي بعطش أبي عبد الله، إلهي بحق أبي عبد الله، يا راد يوسف إلى يعقوب، أردد إلي ولدي عليا سالما. طبت الخيمة الغريبة وتوسلت لله بحبيبة، بالحسين وش ما بي مصيبة، يا راد يوسف من غريبة، ليعقوب ومسج النحيبة، أنا ريد علي سالم تجيبة. الله، انتصر علي الأكبر على بكر بن غانم، حز رأسه ورجع إلى أبيه الحسين منتصرا، ضمه الحسين إلى صدره: أبا يا حسين، صيد الملوك ثعالب وأرانب، وإذا برز فصيدي الشجعان والأبطال، ماذا تريد ولدي علي؟ أريد الجائزة أبا يا حسين. ما هي الجائزة يا علي؟ قل أبويا شربة مية الكبدك، بالعافية بالعافية عليك، شربة مية الكبدي أدقوا ورد للقام وحدي. شلون أعطاه الماء الحسين لولا؟ قل له: سهلة يا أبويا طلبتك هاي، لكن يا عقلي وما عيناي، أنا منين أجيب شربة الماء؟ يا علي ادخل إلى الخيمة، سيسقيك جدك بكأسه لا تظمأ بعدها أبدا. لكن وليدي ادخل على أمك مغمى عليها. دخل علي الأكبر على أمه ليلى، وضع رأسها في حجره، أخذ يبكي ويمسح على خد أمه، تتساقط الدموع من عينه إلى خد أمه ليلى، لكن فكت عينها وشافت ولدها. أخويا إجت شايطة وشبقت ولدنا، ترى والولد قطعة من كبده، يمه جبت عد رايسه وتندها، يمه انت اللي جبتها قوم ردها. صبر امه ودعها ذلك الوداع الاخير. عظم الله لكم الاجر. رجع علي الاكبر الى ساحه الميدان، هي
يطرد الكتائب كتيبة بعد كتيبة، بينما هو كذلك يقول حميد بن مسلم: كان العبد واقفا عندي قال والله إن مر علي هذا الغلام سأذكرن به أبا. قلت: يكفيك هؤلاء الذين احتوشوه من كل جانب ومكان، ما سمع كلامي، مر علينا علي الأكبر وهو يطرد كتيبة ما، فطعن علي الأكبر برمحه في خاصرته. أين المنادي وعليا؟ أيوا سيدا، أيوا حسينا، عظم الله لكم الأجر. سقط علي الأكبر على قربوس الفرس، أخذه الجواد إلى الأعداء، قطعوه بسيوفهم إربا إربا، رفع صوته: السلام عليك أبا يا حسين. تقول سكينة: لما سمع والدي صوت أخي ثلاث مرات سقط على الأرض. وصل الحسين إلى علي الأكبر، وضع خده على خد علي الأكبر: بويا من سمع يمك ودينك، أو من شبحت لعند الموت عينك، عيني كان للعشرين ما وصل سنين، أو حاتفني عليك الدهر لك شار. شاف علي الأكبر يتبسم ويبكي، ولدي تتبسم وتبكي، قل: أما ابتسامتي أرى جدي رسول الله وبكأسه الأوفى، أما بكائي أبكي على جدتي فاطمة الزهراء. باكية تنادي وحسينا. عندك وصية وليدي يا علي؟ عندك وصية لو لا؟ ها اسمع الوصية، اسمع الوصية يا شباب، أدري بيك والله ينكسر قلبك هنا. شنو الوصية؟ يقل: أبويا لا ماي، لا ماي يا أبويا، حضرت للكون لا ماي، لا ماي لا ماي، وبعد ساعة حير شلون يا أبوي، لا ماي لا ماي لا ماي. أقولها لو لا أقولها اللي بعيد عن أمه، ها اللي أمه تحت التراب، ها: لا ماي لا ماي بويا، وصيت وياك دير العين، دير بالك على أمي، أمي هاي، ها ليش؟ وصيتي وصيتي وياك دير العين، لمي 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 خويا عزيزة وقربة تعبت علي. يا الوالدة يا الوالدة، ها والله عزيزة وقربة يا تعبة يا ما شاء الله، يا تعلي يا. بينما رأس علي الأكبر في حجر الحسين، إذ شهق شهقه وفاضت روحه الطاهرة. أين المنادي وعليا والشهيدا ومظلوما؟ رجع الحسين إلى الخيمة. هذا حال الولد على أمه، شلون حال الأم على ولدها؟ أخذت تنظر ليلى: يما يا علي، يما يا علي، أشوفك يا بني بصفنات الغروب، وإذا شلشل ظلام الليل على البيت، وظل بكل كتر بالبيت، اشوفك يا ابن هنا قمت وهناك قعدت. اسمع اسمع، خلغ على كيفها، شلون حال الام الفاقده ولد؟ يمه يمه ونز نزات، ونز نزات، لو يدق دق الباب
وقوم بساحة سبال انت رديت وظل احجي ويا روحي وجن حاجينيك ورد انصافنا ويا من انا حجينيت. يما اذا مروا شباب عليك ها بحل الولد شلون حال الفاقده ولدها. يما ومن اسمع يا من اسمع شباب السلف يحجون هاي حال كل ام ترى هاي امي امك. يما ومن اسمع شباب السلف يحجون يما يرن صوتك بذان يما نجيت يما نجيت ولك يما ملخ قلب على فرقك ولك يما ملخ قلب على فرقك ومن قبرك الدارك أنا تعنيت. بيت الدعاء شلون حال الوالدة وقت المنام. يما يا وقت النوم أذب فراشك حذايا يما يما وقت النوم أذب فراشك حذايا وفز كل ساعة حسبال انت فزيت يما ومديد على الوساد ارد اشوفك يا جنك ما يا وليدي وتبدي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لشفاء المرضى قضاء الحوائج. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا كاشف السوء والبلوى اللهم شافي وعافي كل مريض. يا الله بالأخص من أوصانا بالدعاء شافي مرضاهم اقضي حوائجهم بباب الحوائج أبي الفضل العباس. يا الله عجل في فرجي مولانا صاحب العصر والزمان وإلى أمواتنا أمواتكم مؤسسي هذا المأتم الشريف رحم الله من يقرأ الفاتحة معطر بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. بسيطة منزلا حتى بنا فوق